في موكب جنائزي مهيب شيعت بمقبرة الشهداء بالرباط جنازة الفنان محمد بسطاوي الذي توفي اليوم بعد معاناة مع المرض. وتجمع عدد كبير من أبرز رموز المشهد الفني المغربي في السينما والتلفزيون والمسرح وشخصيات عامة أمام مسجد الشهداء حيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد. خسارتنا بفقدان سي البسطاوي خسارة كبيرة، خسارة لشخصية مغربية فنية من العيار الثقيل، شخصية كبيرة اتسمت بعطائها الإبداعي وكانت لا تنضب، اتسمت بإخلاصها وتفانيها. بكل صدق الساحة الفنية الوطنية فقدت في المرحوم الفنان الكبير واحدا من أبرز الأسماء الذين جعلوا من الفن الدرامي الوطني في السنوات الأخيرة في هذا المستوى من الإبداع والإشعاع. ففي أجواء خيم عليها الحزن بين أوساط أصدقاء الراحل في مسيرته الفنية، تبادل ممثلون ومخرجون من مختلف الأجيال وشخصيات مختلفة في قطاعات الفن على عزاء في فقدان واحد من أبرز نجوم الفرجة بالمغرب. فقدنا أحد الأعمدة الأساسية في المسرح والتلفزيون والسينما في المغرب، محمد بسطاوي رحمه الله كان فنانا مناضلا وقويا ومبدعا في فنه، وكان يحب مهنته وكان يناضل في الخفاء أيضا. وكان الراحل محمد البسطاوي الذي تألق في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية قد فارق الحياة في المستشفى العسكري بالرباط، حيث كان يخضع للعلاج قبل أن يتدهور وضعه الصحي.